كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني عن وجود 142 امرأة وفتاة من غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي جرى اعتقالهن خلال العدوان على القطاع. وبحسب بيان مشترك للهيئة ونادي الأسير، فإن المعتقلات محتجزات في عدة سجون، من بينها سجن الدامون وهشارون، وبينهم رضيعات ونساء مسنات. قال المحامي خالد المحاجنة إن محكمة صلح في حيفا بدأت الالتفاف وخرق الاتفاقيات المتعلقة بتبادل الأسرى، وأوضح في تدوينة على منصة فيسبوك أن قاضي المحكمة قام بدعوة أسيرة محررة ضمن الصفقة إلى جلسة محاكمة أخرى للنطق بالحكم عليها من دون إعطاء أي اعتبار لكون الأسيرة مفرجا عنها ضمن الصفقة. واعتبر المحاجنة تلك الخطوة معضلة قانونية في حق المفرج عنهن الذين ما زالت ملفاتهن متداولة في أروقة المحاكم الإسرائيلية، وأنه يجب الوقوف عندها بحسب قوله. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا من رام الله عبر الهاتف المحامي خالد المحاجنة، وهو مختص في متابعة قضايا الأسرى في سجون الاحتلال. أهلا بك معنا سيد محاجنة. إذا قبل أن ندخل في تفاصيل هذا الخرق الإسرائيلي لهذه الاتفاقية، بحسب اطلاعك بداية وفي الأطر القانونية لاتفاقيات تبادل الأسرى، لو تجمل لنا هذه الأطر في البداية. عمليا حتى هذه اللحظه لم تحكم بكشف وافساح المجال امام المحامين معاينه كل الاتفاقيات التي وقعت بين الاطراف ومعاينه التعهدات والمعاهدات التي وقعت في هذا الخصوص، وبالاخص الاوراق الخاصه للافراج عن كل الاسرى والاسيرات التي تم الافراج عنهم من السجون الاسرائيليه في صفقات التبادل. وعمليا تم الافراج عن كل الاسرى بدون عمليا اعطائهم اي ورقه مستند قانوني يخص موضوع الافراج وبخص اغلاق الملفات التي قدمت بحكم بالسابق او العفو الذي من المستظهر ان تقوم اسرائيل باعطائه لكل هؤلاء الاسرى. وعمليا هذا ما حذرنا به من خلال الفترات السابقة، أن تقوم إسرائيل بالالتفاف وبخرق كل الاتفاقيات والمعاهدات التي كانت برعاية دولية بخصوص موضوع اتفاق صفقة الأسرى وتبادل الأسرى. وهذا ما حصل اليوم عمليا في الحالة العينية التي تتعلق بأسيرة مقدسية تم الإفراج عنها في نطاق صفقة التبادل، ولكن المحكمة اليوم قامت بدعوة هذه الأسيرة للمثول مجددا أمام الشهر القادم من أجل إصدار حكم على مخالفات قامت بها بالسابق وهي داخل المعتقل، وبالتالي هذا يعتبر خرق واضح وصارخ لكل المعاهدات والاتفاقيات التي وقعت بهذا الخصوص، والخوف عمليا من يعني خوف أيضا من عمليا إعادة اعتقال كل المفرج عنهم من الأشبال والأسيرات وإعادة محاكمتهم من جديد بدون اعتبار لأي مواثيق وبأي اتفاقيات وقعت بهذا الخصوص، مثل ما حدث طبعا في صفقة التبادل عام 2011. العديد من الأسرى قامت إسرائيل بإعادة اعتقالهم ومحاكمتهم بأحكام عالية، وهذا التخوف الذي عمليا تخوفنا منه وهذا ما حصل اليوم، محاولة الالتفاف أو بالفعل أن تقوم إسرائيل بالظهر بعرض الحائط كل المواثيق بدون اعتبار لكل الدول التي قامت برعاية هذه الاتفاقيات وبإعادة اعتقال كل الأسرى. عمليا باعتقادي على الدول التي رعت هذا الاتفاق الوقوف امام هذا الموضوع، وعمليا وضع حد لاسرائيل بانتهاكاتها وبخرقها كل المعاهدات، وبالتالي برايي على ان تقوم المؤسسات الدوليه وان تقوم الدول التي رعت هذا الاتفاق باجبار اسرائيل اما اغلاق الملفات التي ما زالت متداوله في المحاكم بحق الاسرى او اعطائهم العفو الكامل والتام بعدم والتعهد بعدم اعاده اعتقالهم مجددا لمحاكمتهم من جديد بسبب تهم حكم عليها بالسابق. طب هل بحسب اطلاعك هل يضمن هذا الاتفاق محو السجل القانوني للأسير؟
عمليا هذا هو المنطق، هذا هو الشيء القانوني والإجراء الأتي على إسرائيل أن تقوم به، عمليا إعطاء العفو لكل الأسرى الذين حكموا بالسابق ويقضون محكومياتهم، أو إغلاق الملفات وسحب لوائح الاتهام وشط بها من المحاكم بحق الأسرى التي ما زالت محاكمهم متداولة. هناك العديد، وأنا أمثل وزملائي آخرين يمثلون العديد من الأسرى، خاصة المقدسيين وأبناء الضفة الغربية الذين ما زالت محاكمهم عالقة ومتداولة حتى اليوم، تم الإفراج عنهم بدون إعطائهم أي مسلم أي أوراق تخص إغلاق الملفات بحقهم، وتم الإفراج عنهم على إسرائيل عمليا اليوم. هذا مثال، وممكن أن يكون المثال اليوم وغدا وبعد غد أن تكون بإعادة اعتقال كل المفرج عنهم وتقديمهم مجددا للمحاكمة من خلال التواء من خلال النيابة العامة أو من خلال المحاكم الإسرائيلية. طب بالتالي هنا ما هو دور الجهات الراعية أو الضامنة لهذا الاتفاق، وكيف يمكن للجانب الفلسطيني عدم الوصول إلى هذه النقطة، يمكن رفع شكوى أو الاستئناف، أو ما هي الخطوات التي يمكن القيام بها لمنع ذلك؟ يعني عمليا باعتقادي وهو أمر بسيط، أن تقوم إسرائيل بإعطاء كل أسير أفرج عنه، إعطاءه القرار والمستند الصحيح بإغلاق الملف تام بشكل كامل وتام ما قبل الإفراج عنه، ولا يعني قبل الإفراج عنه من السجون الإسرائيلية، وعدم تعليق الموضوع بشكل مثل ما تتصرف إسرائيل في هذه الحالة، قامت بالإفراج عنهم بدون أي أوراق رسمية قدمت سواء للأسير أو للمحامي أو للمؤسسة الفلسطينية أو الصليب الأحمر، وهذا عمليا يشكل هذا الخرق. ولكن باعتقادي أن تقوم إسرائيل والدول الراعية لهذا الاتفاق بفرض على إسرائيل أن تصدر بحق كل أسير العفو التام أو الشطب وإعادة وإغلاق الملفات بشكل تام من المحاكم، وبهذا باعتقادي هذا يضمن الحل الوحيد، هذا يضمن عدم إعادة اعتقال الأسر المفرج عنهم من سجون الاحتلال وإعادة محاكمتهم مرة أخرى من جديد مثل حالة الأسيرة التي نتحدث عنها. نعم، ولكن هل من خطوات قانونية يمكنكم القيام بها في هذا الخصوص؟ يعني عمليا اليوم سوف نتوجه للمحكمة برسالة خطية من أجل عمليا إغلاق هذا الملف، ونتوجه أيضا بنسخة للنيابة العامة المستشار القضائي للحكومة بإغلاق الملف بحق الأسيرة المقدسية التي تم الإفراج عنها ودعوتها مجددا للمحاكمة. في حال عمليا المحكمة رفضت هذا الموضوع سوف نتوجه لأعلى هيئة قضائية وهي محكمة العدل العليا بالتماس ضد هذا الأمر. ومن جهتنا عمليا في هيئة شؤون الأسرى سوف عمليا تقوم بالتواصل مع كل الجهات المعنية والراعية لهذا الاتفاق من أجل عمليا وضع حد لهذه الممارسات والحد منها أن تكون مستقبلا بحق الأسرى. شكرا جزيلا لك المحامي خالد محاجنة، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، وأنت محامي مختص في متابعة قضايا الأسرى في سجون الاحتلال. أشكرك على هذه المشاركة.